كان من طريقته هذا ثانيا تشجيع الطلاب ووضع الحوافز لهم، خاصة المبتدئ الذي بعد لم يتمكن تذوق العلم وحلاوة العلم من فؤاده ونفسه، يحتاج إلى أن يشجع وأن توضع بعض الحوافز. فكان يسلك ذلك رحمه الله، يشجع ويضع مكافآت لمن يحفظ، لمن يصبر على الطلب. أحيانا المكافأة يعني أكثر من يعني من قيمتها المادية، قيمتها التقديرية المعنوية، وهذه تحفز يعني الطالب وترغبه في الطلب. من الطرائف في هذا الباب، الطرائف اللطيفة، ما سمعته من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تلميذ ابن سعدي، بل هو من خواص تلاميذه، يقول: بدأت أنا ومجموعة من الطلاب نقرأ على الشيخ القواعد الفقهية لابن رجب، يقول: والكتاب مادة ثقيلة جدا. فبدأنا مجموعة نقرأ على الشيخ، ثم بدأ العدد يقل إلى أن لم يبق معه إلى إتمام الكتاب إلا أنا وحدي، واستمر الشيخ، ما بقي إلا طالب، ومع ذلك استمر معه حتى أكمل معه الكتاب مثل ما بدأ. يعني بعض المعلمين أو يعني إذا قل عدد الطلاب يقول ما في أحد ويتوقف، لكن بقي ما بقي معه إلا الشيخ محمد رحمه الله واستمر معه. يقول: لما أكملت الكتاب ولقيتهم من الغد، أدخل الشيخ يده في جيبه وأخرج تفاحة وأعطاني إياها، وكانت هذه أول مرة في حياتي أرى التفاح. قلت له: ما هذا؟ قال: هذا تفاح. قلت: هذا إيش نصنع به، نطبخه ولا إيش نصنع به؟ يقول: أول مرة أراه، ما أعرفه. قال: لا، تقطعه وتأكلونه، تفاحة واحدة. يقول: فأخذتها إلى البيت وجمعت الأهل وجئت بصحن وسكين وقطعتها وقسمتها بيننا.